مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا هاتفيا الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، للتعليق على كلمة السيد الرئيس بمناسبة الاحتفال بعيد العمال. أستاذ الدكتور هشام، أهلا بحضرتك. يعني الحكومة وجهت بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب، كيف ترى ذلك دكتور؟ مساء الخير. في البدايه تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين، وكل عام والجميع بخير. بالتاكيد كلمه الساده الرئيس في بمناسبه عيد العمال بتاتي في ظروف بالغه التعقيد على المستوى الدولي، وبالتاكيد الاقتصاد المصري ما زال الحقيقه بيواجه هذه التحديات والتداعيات الحقيقه من جراء الحرب المشتعله في اوكرانيا. بالتاكيد الظروف الحاليه بتستوجب انه يكون في مزيد من التركيز والاهتمام، وده المضمون اللي كان بيركز عليه السيد الرئيس في كلمته، انه الحقيقه دسائله كانت موجهه للحكومه، كانت موجهه لمجتمع الاعمال، وكانت موجهه للعمال انفسهم. بالتاكيد ما يتعلق بوجود استراتيجيه على مستوى الدوله ككل بالتاكيد مساله هامه للغايه، واتصور انه الحقيقه الحكومه في اطار سعيها لاصلاح منظومه التشغيل بشكل عام، اتصور انها هتكون ملتزمه امام مش بس السيد الرئيس، لكن كمان امام المجتمع ككل، انه يكون لدينا استراتيجية تحمي الاقتصاد المصري وتحمي مؤسسات العمال وتحمي العمال من أي تداعيات يمكن أن تؤثر عليهم من جراء صدمات أو أزمات تشتعل في الخارج. مؤكد أنه الاستراتيجية دي مفترض أنها بتعمل على عدد من المحاور. المحور الأول هو إصلاح بيئة العمل، وده الحقيقة مسألة هامة للغاية، أنه يكون بيئة العمل اللي بيعمل فيها كافة العاملين بتكون مش بس انها تناسب او تساعد العاملين، لكن كمان تهيئ فرص جيدة لمزيد من ابداع وطاقات انتاجية جديدة. الامر الثاني انه ازاي يكون لدينا فكرة التنمية المستدامة اللي بتنعكس بمعنى ايه يا فندم تحسين بيئة العمل؟ هل عن طريق تغيير التشريعات، ام عن طريق تحسين مثلا اماكن العمل، ام عن طريق رفع مستوى العمال عن طريق التدريب؟ هو بالتاكيد الظروف اللي مضينا بيها خلال العوامل الثلاثه الماضيه ما يتعلق بجائحه كورونا والتداعيات السلبيه لها، هي غيرت من شكل وطرق العمل. مؤكد العمل اونلاين بالتاكيد بقى اكثر انتشارا. مؤكد انه ظروف العمل بقت اكثر اختلافا. وبالتالي مهم جدا انه المؤسسات المصريه تتواكب مع التطور اللي بيحدث في ظروف وبيئه العمل. وكمان الحقيقه علشان مش بس تحافظ على العمال، لكن كمان علشان تزيد من قدر الانتاجيه ومن القيمه المضافه، وبالتاكيد دي مساله هامه للغايه. ما يتعلق بمؤسسات الاعمال كمان مهم انها الحقيقه توجه جزء من موازناتها للاهتمام بالعميل، ومش بس في اطار التعليم والتدريب، لكن كمان في اطار انه يكون ظروف العمل مواتيه، علشان ده هينعكس ايجابيا مش بس على العمال ومش بس على الوضع الاقتصادي، لكن كمان هينعكس ايجابيا على اداء ونتائج مؤسسات العمل ذاتها. وكمان الحقيقه احنا بنواجه ظروف صعبه للغايه في اطار مش بس التداعيات السلبيه لجائحه كورونا، لكن كمان الحرب المشتعله الخارجي. وده الحقيقه بيخلق تحديات كبيره للغايه على الاقتصادات وكمان على مؤسسات العمل. والحقيقه قدر ودرجه خلق فرص جديده للعمل اصبحت صعبه للغايه. ونحتاج لقدر استثمارات كبير. ومن هنا مهم انه يكون الاستراتيجيه اللي بينادي بيها السيد الرئيس للحكومه والتكليف الواجهه للحكومه، انه ازاي يكون عندنا فكره التشغيل المستدام، بمعنى انه ازاي يكون عندنا مؤسساتنا هي اللي في اطار من القيمه المضافه الاعلى، في اطار من النمو والكبر، انه ازاي يكون لديها بشكل مستمر وبشكل دائم وبشكل مستدام فرص عمل يتم توليدها بفعل النمو اللي بيحدث لهذه المؤسسات. وده الحقيقه محتاج استراتيجيه مش بس على مستوى الحكومه اللي الحقيقه الحكومه ملتزمه بيه، لكن كمان على مستوى كافه مؤسسات الدوله. وده الحقيقه مساله هامه للغايه انه يكون لدينا هذا الامر، لانه مؤكد على الرغم من ما تقوم به الحكومه وما تقوم به الدوله كمان الصناعات المعضليه في اطار زياده المرتبات والدخول، وفي اطار المساعده في خلق مزيد من فرص العمل سواء كان من خلال المشروعات القوميه اللي الدوله بتنفذها، لكن كمان الحقيقه محتاجين انه مجتمع العمال يتبارى في مش بس ضخ استثمارات، لكن كمان
في توليد مزيد من فرص العمل كي تتماشى مع التطور اللي بيحدث داخل الوضع الاقتصادي المصري. بالتاكيد دي كلها تحديات بتواجه الدوله المصريه، وعلى الكل انه الحقيقه يكون بيعمل في اطار استراتيجيه متكامله، استراتيجيه واحده علشان نحقق مستهدفاتنا جميعا. ايضا السيد الرئيس السيسي اشار الى ان الدوله قامت بتقديم المنح الاجتماعيه النقديه للعماله غير المنتظمه وتمكينهم اقتصاديا، وايضا توفير فرص العمل المناسبه لهم طبعا من خلال المشروعات القوميه العملاقه. كيف ترى ذلك في محاوله لتسهيل بيئه العمل وايضا تحسين الظروف المعيشيه من خلال طبعا هذه المساعدات او هذه يعني الاجراءات الغير عادية؟ هو بالتأكيد في إطار الخبرات المتراكمة للدولة المصرية واللي الحقيقة يمكن نجحنا فيها باقتدار خلال مرحلة الصراع الاقتصادي اللي بدأ في 3 نوفمبر 2016، إنه إزاي يكون بالتوازي مع الإجراءات والإصلاحات اللي بتتم على أرض الواقع، إزاي يكون شبكة الأمان والضمان الاجتماعي بتصل للمعنيين بها، بمعنى إنه إزاي يكون في إطار إصلاحات اقتصادية بتكون بالتاكيد ضاغطه على البعض، بيكون لها كلفه بيتحملها البعض، مهم انه يكون الدوله بترى الفئات اللي هي قد تتضرر من هذا وازاي انه الدوله تقدر تصل اليهم بمزيد من المساعده. والحقيقه يمكن حجم وقدر زياده المرتبات والمعاشات خلال السنوات اللي هي الماضيه اتصور انه كان جيد للغايه، اخذ في الاعتبار التحديات اللي كانت بتواجه الاقتصاد المصري، اللي كانت بتواجه الموازنه العامه للدوله وما الى ذلك. وبالتالي يمكن دي فلسفه بتنتجها الدوله المصريه، ويمكن هي كان من بين اهم الاشارات الايجابيه اللي اشار اللي هي تقارير صندوق النقد الدولي ابان مرحله الصراع الاقتصادي المصري، انه الحكومه المصريه هي قدر يبدعها مش بس في الاصلاحات الاقتصاديه لكن كمان في قدر التزامها بالمسؤوليه الاجتماعيه في اطار البعد الاجتماعي، في اطار مساندة الفئات اللي تأثرت. بالتأكيد جاء جائحة كورونا علشان تزيد من حجم العبء وتخلق مزيد من معدلات البطالة، وده الحقيقة كان مسألة صعبة كانت بتواجه الحكومة المصرية، والحقيقة يمكن المبادرة اللي اتخذها السيد الرئيس لتوفير 100 مليار لمساندة الفئات اللي تأثرت سواء كان بقى في قطاع السياحة أو في غيره والقطاعات اللي تأثرت بشدة، الحقيقة كل ده كان بيتم في اطار انه الحقيقه الدوله المصريه اصبح لها خبرات في هذا الامر، وازاي انها وقت الازمه بتخلق مزيد من المبادرات علشان مش بس تضبط الوضع الاقتصادي لكن كمان علشان تساند كافه المواطنين. نقدر نقول ان احنا مرينا بهذه الازمه دكتور هشام بنجاح. صحيح، وعشان كده بقول قدركم الخبرات، ويمكن بقدر الازمات اللي بتواجه الاقتصاد العالمي واللي الاقتصاد المصري بيتاثر بيها على قدر تراكم الخبرات. ويمكن من بين اهم الدروس المستفاده والنتائج اللي هي وصلنا اليها فيما يتعلق بالشان الاقتصادي، انه الاقتصاد المصري اصبح من بين الاقتصادات اللي قادره على تحمل الصدمات، اللي بتنجح في التعامل مع الازمات. فن اداره الازمه الحقيقه كان غائب عن الحكومات المصريه المتعاقبه على مدار عقود طويله، فلما تواجهنا عدة أزمات خلال السنوات المعدودة الماضية ويمكن للحكومة أنها تتعامل مع هذه التحديات بالتأكيد مسألة هامة، نجاح جيد، وده بيضاف للقدرات اللي بتتوفر في الدولة المصرية أنه إزاي تتعامل مع التحديات، إزاي يكون الضرر في حده الأدنى من خلال استهداف فئات أو استهداف قطاعات بمزيد من المساندة علشان يكون القدر العودة مرة أخرى أو قدر الانطلاق مرة أخرى لمعدلات ومؤشرات اقتصادية جيدة يكون أسهل وأسرع. دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، شكرا جزيلا لحضرتك.